مشاهدي صباح الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا. لوحة صباحية جديدة تجمعنا، نتمناها دائما بكل خطوط وألوان الجمال والإبداع، ونحمل الأمنيات عبرها بيوم جديد موفق للجميع وأسبوع موفق للجميع. ودائما نحتفي من خلال صباح السبت بالموروث الثقافي السوداني، ونمضي في خطوط مختلفة لما تحتاجه الأسرة السودانية، ونفتح الأبواب على هذا السودان بكل هذا التنوع الذي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. ودائما نحاول من خلال هذا الصباح أن نعلي قيم التعايش والتسامح في وطن يسع الجميع، ومن أجمل قيم التسامح هو ما حملته كلمات أستاذنا هلاوي: لو مني محتاج الملام يا سلام يا سلام. ودائما هذه القيمة للتسامح نحاول أن نحملها كأمنيات في صباح السبت. فتحية لأستاذنا هلاوي والرحمة للأستاذ الراحل الفنان المبدع مصطفى سيد أحمد. السلام عليكم ويا سلام. يحيل السكوت مرات كلام وعدم الملام هو كمان ملامنا. يا رانوس التبيك في الدنيا ليه حد الغرام ولقيت ملامي على عينيك يا سيدي؟ زي الما ملام الوردة لو فات الفراش ما ظلم تلومه مع الندى، وما بتجرح إحساسه الجميل والريدة يا حنين كده. ولو مني مستني الملام يا سلام عليكم ويا سلام. يا سلام عليك يا
تسري الجميل دريادة يا حنين كده ودريادة يا حنين كده يا سلام.